لو حلف أولياء المقتول 50 يمينا على أن القاتل جماعة بأعيانها فهل يقام؟ لو إيش؟ يقول لو حلف أولياء المقتول 50 يمينا على أن القاتل جماعة بأعيانها. لا، لازم يكون واحد، يحلفون على واحد لا على جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلف 50 منكم على واحد منهم نقوده لكم برمته، فإذا حلفوا على أكثر من واحد فلا قسامة. نعم.